84 محل، كل 21 محل مع بعض. تمام، منهم 21 شغالين وال 21 التانيين برضه نصهم مغلق ونص شغال، نص مغلق ونص شغال. عاجبك على الايجار عاجبك، مش عاجبك هو مغلق. للدرجات دي الايجار عالي؟ ايوه الايجار عالي جدا. الايجار بيجذر اي بياع، 10,000 و12,000 المحل، 9,000 و8,000 كتير جدا طبعا. طيب استاذ محمود اهلا بيك، نورتني. قولي بقى ايه موضوع الشوارع المقفوله وايه تاثيرها عليكم انتوا بقى كمواطنين وشباب بتتحركوا في المنطقه؟ حضرتك البياعين عندنا يعني كل بياع طالع عن محله 3 متر بره. تمام. طبعا كده لما تيجي مثلا اسعاف تخش او مطافي او حاجه، قبل ما الاسعاف بتخش واصلا اللي يعني المكان اللي فيه الحريقه او كده بيبقى المكان ولع، يعني اول ما الاسعاف بتخش بيبقى المكان اصلا في الاخر. يعني انتوا كسكان المنطقه مش عارفين تتحركوا؟ لا مش عارفين يتحركوا، كل محل طلع 3 4 متر بره. الاسعاف برضو نفس الكلام، مطافي قبل ما بتخش مثلا عشان خاطر في حاله تبقى الحاله دي خلاص، لا اما توفت لا اما مثلا خلاص اللي هو في اخر لحظاتها. بس يعني انتوا كده عندكم مشكله في نقص الخدمات. ايه بقى ايه الخدمات اللي ناقصاكم كمان؟ يعني مثلا عايزين زي المستشفى، عندنا في شغله مستشفى زي العياده المستوصف بقى اللي هي حاجه بسيطه كده، مش مستشفى كبيره. مستشفى اللي هي مثلا ايه يبقى فيها الخدمات بتاعتنا كلها، اللي هي مثلا نروح على هناك بدل ما احنا نروح مثلا احمد ماهر، بدل ما نروح تبقى فيها ساعه ونص قبل ما احنا نروح. يعني عايزه افهم حاجه، معنى كده ان انتوا كمنطقه بير ام سلطان المنطقه دي كلها ما فيهاش غير مستوصف واحد بس؟ ما فيهاش غير اللي هو مستوصف واحد. مستوصف واحد بس؟ بس على العدد السكاني اللي فيها؟ طب ولما بيبقى في حاله قصوى بقى او حاجه مستدعيه ان مستشفى، يعني مستشفى وضروري ان لازم على طول تروح على اليوم الواحد لاما احمد ماهر، فيها ساعه قبل ما انت حضرتك تروح او الحاله تروح لهناك، بيبقى الحاله لو في اتعور او كده خلاص دي صفت. بس طيب استاذ حسين الاسيوطي، طبعا احنا متعودين ان احنا نعرف كل ما هو جديد عن بير ام سلطان، ايه المشكلة الجديدة او ايه المشاكل الجديدة اللي حصلت في بير ام سلطان؟ مشاكل مع مين بالظبط؟ سمعنا ان في مشكلة جديدة في بير ام سلطان. ايه المشكلة معايا انا؟ ايه بقى اهم حاجة في المشاكل الجديدة اللي حصلت في بير ام سلطان؟ اهم حاجة ان انا اسيب بير ام سلطان يوم 10/11، ما اقعدش فيها. طيب انا عرفت ان انت قدمت بلاغ في اسم شرطة البساتين، احكي لي الموضوع ده. اولا شرطة اسم البساتين برئيس المباحث بالامناء كلهم بيشكروا، اكيد تمام كلهم يعني وقفوا معايا ووقفوا الحاجه اللي هتحصل عندي في المحل، ان هم كانوا جايين ناس كتيره كسرني المحل وجايين نظام ضرب والكلام ده كله. كل ده رجع على ما فيش وخافوا من الحكومه. طبعا شكرا جزيلا، تقدم بجزيل الشكر لاسم شرطة البساتين بكل القائمين عليها، تحية للشرطة والجيش المصري لأن الناس دي بتقوم بدورها على أكمل وجه. تحية كبيرة لرجال الشرطة، الأمن والأمان في البلد. أصلا احكي لي إيه اللي حصل ورحت قدمت البلاغ وإيه اللي تم بالظبط، قولي التفاصيل. تفاصيل يعني دلوقتي إن أنا متهدد بالقتل في منطقتي. متهدد بالقتل؟ بالقتل. بالقتل من جماعة عرب عندنا، عاملين محكمة لنفسيهم، يحكموا لنفسهم بس، أنا ليا حق. أنت بتقول لي إيجارك 12,000. يعني إيه عاملين محكمة؟ أنتوا مش عندكوا اسم شرطة وقانون؟ عندنا شرطة وقانون، بس يعني القانون ده لينا إحنا بقى، مش للعرب. لينا إحنا يا مصريين، بس للعرباوية لأ. العرباوية هم عندهم محكمتهم، عندهم الديوان بتاعهم، هم اللي يحكموا على الناس، ما يتحكمش عليهم. أنا ليا حق عندهم مش عارف آخده، ولا عارف أطوله. طب اديني تفاصيل اكتر، ايه اللي حصل عشان انت تمشي؟ انا واخد نص عدتي، قافل على سمكي، قافل على حاجات ياما. واول ما عرضته بقول له يعني انت مالكش عندي ايجار، وايجارك يعني انت بتاخد مني كل شهر 7,000 جنيه، هل لو الايجار بقى 12 هتدفع ال 12؟ هفتح لك على المحل بتاعك اللي جوه وخد حاجتك. واول ما عرضته وطلعت يعني عملت فتوات على النت والكلام ده كله، لقيت قله ادب وزق على اتصال النائب. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه من مرشح مجلس النواب عن مستقبل الوطن دايره البساتين والمعادي ودار السلام الاستاذ حشمت ابو حجر. اهلا بحضرتك يا فندم. الو استاذ حشمت،
السلام عليكم يا فندم. مع حضرتك. أستاذ حشمة أبو حجر، أهلا بحضرتك معانا في برنامج بيرم سلطان. لا، دائرة البساتين ودار السلام. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. طبعا برحب بحضرتك الأول في برنامجنا بيرم سلطان، وشكرا جزيلا على المداخلة دائرة الكريمة. دائرة البساتين ودار السلام. تمام يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اولا بشكرك على المداخله يا فندم. ثانيا معانا الاستاذ حسين الاسيوطي ومعانا الاستاذ محمود محمد هنا في الاستوديو، حاولوا ان هم يتواصلوا مع حضرتك ويوصلوا لك علشان يقولوا لك المشكله بتاعتهم، ما عرفوش يوصلوا لحضرتك، ولكن الحمد لله ان احنا قدرنا نتواصل مع حضرتك. ولو تسمح لي عايزه حضرتك تتواصل معاهم وتسمع شكوتهم على الهواء وتعرف ايه المشكلة اللي بيواجهوها في منطقة بير ام سلطان لو سمحت. فوق راسي فوق. اشكرك يا فندم. اتفضل يا استاذ حسين. احنا عندنا ازيك يا حاج حشمت. اهلا وسهلا يا فندم. عامل ايه؟ يا حاج حشمت، احنا عندنا اكبر شكوى يعني في المنطقة، شارع الزهور ده عايز يتفتح. شارع الزهور ده بقاله سنين السنين، ما حدش عارف يخشه ولا عارف اي حد يخرج منه، كل يوم ناس بتموت. لا ان شاء الله. ان شاء الله بمشيئه الله تعالى وان شاء الله ان شاء الله نتجاوب مع حضرتك ونشوف ايه المشكله ونحلها ونذللها ان شاء الله. ماشي يا استاذ، احنا مشكلتنا معروفه، مشكلتنا مع البياعين، مع اصحابات الملك قافلين الشوارع. احنا عايزين الرحمه، الناس تعدي الرحمه. ان واحد كفيف يعدي، واحد مسن يعدي. هنكلم السيد رئيس الحي، والسيد رئيس الحي هيستمع لشكوانا ان شاء الله بمشيئه الله تعالى، وهيقوم برفع اي تجاوز على نهر الطريق ان شاء الله بمشيئه الله. طب احنا عندنا في بير ام سلطان اربع ثلاث مداخل لينا، الثلاث مداخل مقفولين، مدخل نفق ام صفيحه مليان زباله ومش عارفين نعدي منه، نفق البير مليان زباله ومش عارفين نعدي منه. عندنا المدخل عند جامع مهوس اللي هو بيدخلنا من ناحيه دار السلام على بير ام سلطان، مغلق برضه يا استاذ. على نفقتنا الخاصه ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. يا استاذي. نعم. استاذ حشمت ابو حجر. طبعا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا عايزين نوضع حد للمشكله الكبيره اللي في بير ام سلطان، واحنا عارفين ان حضرتك مشكورا ان شاء الله هتقوم بواجبك، وان انت هتشوف ان شاء الله وهتشوف المشكله دي طبعا، وان شاء الله يكون ليها حل، وباذن الله الحلقه الجايه نشكر حضرتك برضو على الهواء ان انت حلتها ان شاء الله. الحل موجود واخبر حضرتك. وبعدين هو بيقول ان الاربع مداخل مسدودين. لا في ان شاء الله ده تحله حضرتك. انا جاي من عنده او يجينا. انا معايا صور النهارده يا حاج حشمت، انا معايا صور وفيديوهات بالمداخل كلها. استنى يا استاذ حسين. احنا هنتوجه للسيد رئيس هيئه النظافه والسيد رئيس حي البساتين، وان شاء الله ناس محترمين ويتجاوبوا فعلا معانا، وان شاء الله مشيت لها تلاقي الطريق زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. الشارع الرئيسي يا حاج حشمت متكسر كله. نعم. الشارع الرئيسي كبير ام سلطان، الشارع الجديد. الشارع ده متسفلت هو بس متسفلت فين يا حاج؟ الشارع كله متكسر. لحظه واحده الله يسترها معاك. ما هو انت سالتني وانا نجاوب. بص يا استاذي استاذ حشمت. نعم ابو حجر يا استاذي. نعم يا فندم. وامرين هو المشاكل اللي هناك هم هيجوا لحضرتك وهيقعدوا مع حضرتك وهيقولوا لك المشكله إن شاء تمام الله وهتتحل ان شاء الله. لكن انا عايز اعرف من حضرتك حاجه لو تسمح لي. عايزك تكلمني عن برنامجك الانتخابي وتشرحه لي لو تسمح. البرنامج الانتخابي ان شاء الله رفع كفاءه المرافق تمام والطرق في دائرة البساتين ودار السلام، ورفع كفاءة المستشفيات كويس، ورفع كفاءة التعليم، وكل شيء تاني يوم أو ثالث يوم هنحاول نشوف إيه الحلول السريعة. يعني مثلا عندنا 13 مستشفى في دائرة البساتين تمام. هنعمل على حل ورفع كفاءتهم مباشرة. هنحاول نتقدم بطلب لمديرية الصحة أو وزارة الصحة على أساس إن إحنا نجيب الطبيب الماهر المتخصص كل في مهنته تمام، جراح عظام
مخه أعصاب باطني ولادة، ولأن لكن المستشفيات موجودة ونجعل وبعد كده نعمل جاهدين على إقامة مستشفى عام. يعني بعد حضرتك ما تخصص الارض ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. ان شاء الله، يعني حضرتك هتشوف موضوع التعليم، موضوع المرافق، موضوع الخدمات، موضوع الصحة. المستشفيات، صح يا فندم؟ رفع الكفاءه، المستشفيات موجوده بس هي نرفع موجوده بس كفاءتها. فاضيه يا فندم. نعم يا فندم. موجوده لكن فاضيه. فاضيه، ما هو ده اللي هنعمل عليه سريع. احنا عايزين المباني دي متكلفه مبالغ ان شاء الله على الدوله. نستفيد بالاماكن دي هي ازاي؟ نستفيد ان احنا نتقدم بطلب حتى لو على نفقه الاهالي، بدل ما مثلا التذكره مثلا سيب 10 ساق او ب 10 جنيه او ب 20 جنيه، لا احنا نخليها مثلا ب 100. فبدل ما يخدم وصلات لغايه القصر العيني ب 200، لا احنا ندفع المية هنا في المكان او المتين، ونجعل الطبيب عشان الطبيب ياخد اجره، لان الاستاذ برضو عايز اجر. فمع عدم وجود الاستاذ عشان المقابل من نقدية، فاحنا نقول لا جراح مثلا يا عظام من الساعة كذا للساعة كذا، مخ وعصاب من الساعة للساعة كذا. يعني حضرتك هتجيب كل التخصصات كل وهتشغل التخصصات. المستشفى اللي هي موجوده لكن ما فيهاش دكاتره، لكن مش مستشفى واحده، ده مستشفى الدوله عامله اللي عليها وكل 100 100. فاحنا نحاول نرفع كفاءه دولتنا وحكومتنا بتعمل كل اللي عليها يا فندم. بس ما انا عم اقول لك عامله اللي عليها. أكيد. عامله اللي عليها. فاحنا كدورنا احنا كمواطنين اكيد نحاول نتابع الحل المشكله السريعه ازاي، يعني نساهم في رفع كفاءة المكان ده أكيد. ويبقى يعالج المرضى المتوسطين الدخل والفقراء، فكل المجتمع يعني مثلا حضرتك هضرب مثال لحضرتك. اتفضل. يعني انا مثلا مقيم في البساتين او دار السلام، تمام، عشان ننزل وسط البلد مش اقل مثلا ما ناخد اكسو ينتظرني وبتاع زي كده ب 200 جنيه. لما نرفع ندفع التذكره هنا 100 جنيه يبقى انا وفرت 100 جنيه وساعدت الدوله اكيد الدولة. والخدمات تتحسن وكل الحاجات المطلوبه حضرتك. دي تتعمل لان لا الناس دي في احتياج الله. لدعم وان حد يقف في ظهرها وان حد يوفي الله. بالوعود إن شاء واحنا الله. عندنا عشم في رب العالمين. وطبعا بشكر حكومتي وشعبي وجيشي وشرطتي وبشكر حضرتك على المداخلة الجميلة دي يا أستاذ حشمة أبو حجر، وعلى أمل إن شاء الله إن المشكلة اللي في بير أم سلطان تتحل، وإن نطلع الحلقة الجاية بإذن الله وإحنا عندنا حاجة إيجابية ولأول مرة إن إحنا نتكلم عنها، ونقول إن أستاذ حشمة أبو حجر وفى بوعده على الهواء وتبنى المشكلة اللي في بير أم سلطان، وتبنى موضوع المرافق والحاجات الكتير اللي هم محتاجينها هناك، وإن شاء الله الحلقة الجاية تبشرنا حضرتك بأن كل ده اتحل بإذن الله. بشكر حضرتك يا فندم. هنعرض دلوقتي صور، تمام؟ واتكلمنا بقى عن الصور دي، تمام؟ قولنا بقى كل صورة دي ايه موضوعها وايه حكايتها وايه القصة اللي وراها. ان شاء الله تتحل. واستاذ حشمت لا ان شاء الله تتحل باذن الله. هما معترفين. الصور اهي معانا على الشاشه. قول لنا بقى ده ايه. ده فرش في شارع الزهور. ده فرش في شارع الزهور. المحل وراكي فاضي خالص، تمام. فرش بره في الشارع، يعني قفاصه 3 متر ونص طالع بعمود طالع بفرش بعديه، تمام. يعني ده اللي جوه ده محله هو فاضي، وهو اللي فرش أيوة. الفرشه دي بره. ويسيب طرقه لنفسه 4 متر عشان هو فوق لوحده، تمام. ويقف يوزن ويتعامل مع الزبون. طب الناس اللي بتعدي في نص متر، طيب واحد. وده ما ده قفلة السوق اهو، قفلة شارع الزهور كله طلع بره. ده كده شارع الزهور ده مقفول. شارع الزهور وده شارع الجانبي مقفول. ده شارع جانبي برضه في شارع الزهور، تمام. فارشين في الجانبي كمان، يعني ممنوع المطافي تخش، ممنوع ازعاف تخش. يعني الاسعاف بقى والمطافي بتدخل من هنا، فمش أيوة. بتعرف ممنوع. تدخل ممنوع تخش من اي شارع جانبي ومن اي حته. وهنا برضه اهو
وهنا ايه بقى ده الشارع الرئيسي بره عندنا. ده الشارع الرئيسي، ده محل السمك عندي اللي انا ده بقول عليه محلك انت. مخالف. ده المحل المخالف اللي انت ايوه اللي انا مستعد بقول عليه ان هو المستعد يشال. تمام. ده وده محل الجنبيه برضو بتاع البسبوسه برضو مخالف، مبني على تمام. ارض ملك الدوله. وده ايه؟ دي له ال 21 محل اللي جوه مغلقين. دول بقى موضوع ال 21 محل المقفولين، صح كده؟ مقفولين. تمام. اهو. كل دول؟ كل دول محلات مغلقة. مقفولة بسبب الإيجارات بسبب الغالية؟ الإيجارات. كلهم مغلقين. بنفس المنظر ده. يعني ده شارع طويل عريض كل المحلات اللي فيه دي مقفولة. ده محلات دي كلها في سنتر. في مول لوحده. حتة أرض بتاع 400 متر. ملك الدولة واتبنت محلات. تمام. ناس خدوها وبنوها محلات. من 20 سنة. ده إحنا كل دي أجرنا فيها. المحلات؟ كل المحلات دي مغلقة. ده اللي بره بقى مفتوح. دول مخالفين برضو؟ ده مخالفين برضو. ده المطعم المتأجر ب 7000 ده مغلق. اهو. يعني كله عامل ده فرش مغلق بره فرش وجوه مش. وجوه. وده مغلق حاطط فيه العربية. مغلق. كل ده كل مقفول. ده مغلق. مفيش غير وده اتنين، برضو واحد بتاع يعني خضار. المحل واضح ان هو فاضي اهو، ايوه. والفرش هو اللي بره. ده بتاع فسيخ. ايجاره 7000 جنيه. برضه فرش بره نفس الحكايه يعني. كله ده محل فراخ طالع بره قفاصه وطالع برضو. ده محل منظفات. يعني معنى كده ان كل المحلات اللي ايوه هناك طالعه ايوه بره بنفس ومحدش الاسلوب. ملتزم بالصحف ان هو يبقى جوه محله. لا انا عايز المطاف تخش لنا، عايز الاسعاف تخش، عاوز الراجل برضه نفس المسن يعرف الحكايه في يعدي. الصوره دي. اهو بنفس نظام المحل فاضي، مفيش محل فيه بضاعه. بضاعتي في الشارع، الفوارغ بتاعتي في الشارع، فرشي كله في الشارع، مفيش حاجه جوه المحل، المحلات فاضيه. يعني يعتبر السوق عندكم في الشارع، في يعني ليه الشارع. مكان ولكن في وكل الشارع. واحد ليه محل. يعني كل واحد معاه محل وبيدفع له ايجار، بس فرش ليه في الشارع؟ ما ارجع لورا، هفرش جوه محلي. كل السوق كله عندنا متقفل بنفس التلاجة. دي البيبسي دي 3 بيبان، يعني 3 متر في الشارع، غير بعدها حاجات تانية. يعني كده دي الصور اللي كانت معانا لمنطقة بير ام سلطان. المحلات كلها موجودة ومحلات مساحتها كويسة جدا، يعني مش كشاك صغيرة، ده ليها مساحة كويسة جدا، ولكن الناس بتحط البضاعة بره المحل وتسيب جوه المحل هو اللي فاضي، وفي منهم حد راكن عربيته هو جوه المحل وبضاعته هو اللي بره المحل. فطبعا ده شيء غريب جدا يعني، وحاجة ملهاش تفسير خالص بصراحة. طيب نرجع لموضوعنا، ان انت قدمت بلاغ في اسم البساتين. ايه اللي تم؟ اللي تم الناس رجعوا لمكانهم، وفي دلوقتي البلاغ عادي، ورئيس المباحث اسم البساتين عارف اللي هيحصل معايا. تمام. وعارف كل حاجه، وهم مستنيين اي حد يجي ناحيتي. قال لي ما تخافش مش هيقدروا يجوا ناحيتك. طيب ده انت في حمايه الشرطه المصريه. احنا الحمد لله يعني الشرطه المصريه كويسه، والحمد لله والحمد لله الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمنا بظابط في المنطقه، ظابط محترم جدا، احمد بيه فرج، ظابط فوق القمه والاخلاق. له كل الاحترام والتقدير، له كل الاحترام والتقدير وجميع الشرطه المصريه، لان احنا بلد فيها حكومه، بلد مش فوضى، بلد الحق فيها بيجي بجد. مفيش موضوع الهمجيه او اللي بيفتكر ان هو ماشي في الهمجيه، لا، انت ليك شرطه وليك جيش وليك رئيس، واحنا بنمشي في الصح وبنعمل الصح في بلدنا، واللي بيخالف ده برضو بيلجأ، المتضرر بيلجأ للشرطة وبرضو ما بتسيبوش، وادي أكبر دليل. يعني أنت دلوقتي قاعد في حماية شرطتك. أيوة الحمد لله حماية ربنا سبحانه وتعالى وشرطتي. أكيد طبعا. طيب وإيه بقى موضوع التهديد اللي جالك؟ التهديد إن أنا يوم 10/11 لو ما سلمتش المحلات هتقتل أنا وأخواتي. طب أنا عايز أسأل سؤال، دلوقتي أنت مأجر المحل تمام؟ بتدفع إيجارك ومنتظم. لا. ما بتدفعش ايجارك. كنت ملتزم. وكنت بدفع ايجاري. كنت بدفع ايجاري اللي انا كنت هو ايه بتدولي 6000 جنيه كل شهر. تمام. بس انك انت تخليني من 6 ل 12 لا كتير. طيب عشان يعني افهم المشاهدين اكتر. اتمنع. دلوقتي انت عامل عقد ايجار تمام؟ انا مفتوح، عقد ايجار مفتوح اصلا. يعني ما ينفعش يطردك. ما ينفعش. طب ازاي بقى بس بيطردك؟ احنا في محلين، محل مبني على الشارع ومحل مبني ايه؟ داخلي. الداخلي ده هو المفتوح، اللي مبني على الشارع ده عايز اخد منه ايجار. طب هو مبني في الشارع وانا هشيله؟ لا ما تشيلوش، ان كده كده هتشيل 5 6 محلات جنب بعض، ما هو ده المحلات دي مخالفه كلها. تمام. انا بقول يعني انا هشيلها خلاص، انا اللي بنيته وانا اللي ههد. يعني انت
عارف ان المحل ده مخالف فانت مش عايز تدفع ايجاره ومش عايزه. أيوة. مش عايزه لكن محلك اللي انت فيه انت ملتزم فيه وعايزه ومفيش مشكله ومده العقد عايز يمشيني منه. لا بس انت مده العقد انا اللي عايزه افهمه وافهمه للمشاهدين ان في عقد. ايوه بمده الايجار ده عقد مفتوح يعني انت المفروض مستمر لكن صاحب المحل عاجبه ان الموضوع ان انت تمشي فبيقول لك امشي. طب مش في قانون وفي عقد هيمشيك ازاي؟ العرب عندهم هما القانون بتاعهم السلطه سلطتهم. ما تقوليش قانون الدنيا كلها عارفه ايه يعني العرب. العرب واخدين وعاملين ديوان جوه عندنا حاجه شديده الزيدي بيرم سلطان. قولي يعني ايه العرب؟ يقول لك يعني العرب خط احمر لا يعلو احد فوق الحكومه. الحكومه عارفه دورها كويس جدا وكويس قوي ان انت اتجهت الاتجاه الصحيح ان انت بتستنجد بالصح اللي المفروض يتعمل ان انت بتروح للحكومه وهي بقى هتتصرف وهي هتعمل الصح ده اكيد بدون رجوع لاي حد. هم هيشوفوا ايه الصح سواء بقى ايا كان هو مين بدون ذكر اسماء وبدون ذكر اي حد. الحكومه والشرطه هي ليها وجهه نظر معينه وتقدر تحميك بطريقتها وان شاء الله اكيد يعني انت في حمايتهم. طيب نتكلم بقى على موضوع مجلس الشعب. ايه بقى المواصفات اللي بتتمناها سواء انت او حضرتك برضو اللي بتتمنوها في اللي هيمسك مجلس الشعب المقبل ان شاء الله؟ احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى كل نائب يمسك الدايره عندنا يعترف ببيرم وسلطان. انتوا معترفين بالبساتين ودار السلام، منظفين البساتين ومنظفين دار السلام، مبلطين دار السلام ومبلطين البساتين، بيرم وسلطان ناسية مش معترفين خالص بيها. انتوا اعترفتوا بفايده كامل، اعترفتوا بالجزيره الا بيرم وسلطان ولا بلاطه سليمه ولا اي حاجه سليمه، مش معترفين بقى خالص. مفيش نائب نزل الدايره بيقول بيرم وسلطان، بيقول البساتين دار السلام، طب اعترف ببيرم وسلطان، ما احنا ناس فيها، ما انا هنتخبك. يعني معنى كده ان كل اللي بينزل في منطقه بيرم وسلطان بيهتم بالسلام؟ بيبقى اهم حاجه عنده دار السلام، اهم حاجه عنده البساتين. طيب هي بيرم وسلطان دي في منتصف في النص. هي في النص بين دار السلام والبساتين. يعني هو بيهتم بالجانب اقصى يمين واقصى شمال ويسيب بيرم وسلطان. نسينا عشان دي مدفونه في النص. نسينا بناسها بكل حاجه. احنا عندنا صحه في اخر شارع الزهور مش موجوده في اي حته، صحه كبيره جدا وفيها احلى اجهزه بس للتطعيم بس، ناقصه دكاتره. احنا مش عايزين لسه أي حاجة. كان معانا استاذ ماشي. حشمت ابو حجر مشهور. هي فيها الاجهزه وفيها كل حاجه وعندي كل حاجه. ودي الصحه بتاعتي. بس مفيش دكاتره. مفيش دكاتره. مفيش ناس قائمين على المستشفى دي عشان نقدر نقول ان دي مستشفى مش مستوصف وبتشتغل. هو بيقول عندنا 13 مستشفى في البساتين، ما عنديش انا ما عنديش اي حاجه في البساتين. انا عندي البر والتقوى وعندي ايه؟ جامع التنعيم بس مركزين. البر والتقوى بيعمل عمليات خفيفه، التنعيم ما بيعملش، اخره خياطه، اخره كشف. يعني انت كده بتناشد عضو مجلس الشعب القادم ان شاء الله وبتقول له ان انت محتاج ان او انتوا بقى كبير ام سلطان المنطقه كلها هم محتاجين خدمات، محتاجين خدمات، محتاجين مرافق، محتاجين دكاتره تنزل المستشفيات. المستشفيات موجوده وكان بيقول استاذ حسين ان فيها كمان الاجهزه والمعدات يعني كل حاجه موجوده ولكن ينقصها الدكاتره. فاحنا محتاجين دكاتره، محتاجين ان احنا نهتم بالمرافق، محتاجين ان احنا نهتم بالشوارع، محتاجين ان احنا حد يكون مسؤول ينزل يشوف ايه موضوع اللخبطه بتاعه المحلات وايه موضوع الناس اللي طالعه عن محلاتها ب 3 4 متر دي وسايبه المحلات جوه فاضيه ما بيستهلكهاش يعتبر. طب غيره اولى. ومحتاجين حد يشوف ايه موضوع جشع التجار في حته الايجار العالي زياده عن اللزوم. طبعا احنا وصلنا ده وانت برضو وصلت صوتك لاستاذ حشمت ابو حجر وان شاء الله الحلقه الجايه يقول لنا وانت برضو تقول لنا ان شاء الله وصلتوا لايه ويا رب يكون في حاجات ايجابيه باذن الله. ايه تاني موجود في موضوع نقص الخدمات علشان يبقى ذكرنا كل شيء لان اكيد برضو هو متابعنا وسمعنا في الحلقه وبيشوف ايه اللي ناقصكم. احنا عايزين مدخل لبيرم وسلطان نعرف نعدي منه، مدخل واحد. احنا ثلاث مداخل عندنا كلهم زباله، مفيش مدخل عندنا تعرفي تعدي منه على رجلك. احنا عايزين مدخل لينا يخش بيه زي مدخل البساتين، زي مدخل دار السلام، زي مدخل السيده عائشه، زي مدخل السيده نفيسه، زي مدخل الجماليه، زي اي مدخل اي منطقه.
ايه احنا عندنا مناوله، انتوا شلتوا المناوله من البساتين فوق من عند تراب اليهود حطيتوها عندنا في البساتين تحت في البير تحت. بقت الزباله والناس بتنقط منها، تنقط منها الكنز، تنقط منها مش عارف ايه، كل ده عندنا وقدام ايه؟ قدام المجمع المدارس. يعني معنى كده ان اللي تقصد تقوله يعني ان الزباله بتاعه المنطقه سواء هنا او هنا بتيجي عندكم انتوا في المنطقه اللي في النص؟ ايوه بقت بتتفرز عندنا. بقت بتتفرز عندنا قدام مجمع المدارس، بتتفرز قدام مجمع المدارس، قدام العيال اللي بتروح المدارس الصبح. صعبه جدا طبعا، صعبه جدا جدا يعني. وانت برضو تحب توصل ايه؟ برضو انت شاب واكيد بقالك كتير في المنطقه هناك. اه مولود فيها حضرتك، مولود وعايش فيها. طب ايه رايك بقى في اللي بيحصل هناك؟ اديني رايك بقى كشاب هناك. لا عايزين بس اللي هو ايه يعني، ان الزباله تتشال كده. انا مثلا لما بيجي لي حد او كده يعني مش ده دخلت منطقه يعني، ولا دي داخله ولا دي خارجه، يعني دخلت المنطقه زباله وخارجتها برضو زباله. لدرجه ان السلالم وانت طالعه حضرتك على الدائري كلها زباله. يعني وانت طالعه على السلم الدائري نفسه عشان تركبي كلها زباله، بتعدي على زباله. طيب ما فكرتش كشاب كده تفكر بقى اللي هو نعمل حاجه ايجابيه شباب مع بعض، انك تجمع شباب المنطقه صحابك الشباب كده، وان انتوا تحاولوا تعملوا حاجه بايديكم مؤقتا لحد ما يجوا الكبار ويساعدوا في ان انتوا تشوفوا موضوع الزباله ده تودوه في مكان بعيد، ان انتوا تهتموا شويه في موضوع النظافه بتاعه المكان. دوركم كشباب بقى ايه حضرتك؟ اللي هو ايه ان احنا يعني شفنا وكده، بس اللي هو ما فيش يعني مثلا المفروض عربيه بلديه تقف اللي هي اللي تلم الحاجه دي. لا ما فيش ولا عربيه بلديه، ما فيش مثلا صندوق زباله يترمي فيه. كله بيرمي في الشارع، بتاع الكراتين بيجي يلم منها، ده بتاع الكنز يجي يلم منها. صندوق عربيه نقل كبيره حاطينه قدام المجمع مليان زباله، والزباله مرميه حواليه بس. يعني مفيش عربيات بتيجي تشيل الباسكت الكبير ده او لا فين وفين بقى حضرتك؟ فين وفين حد يجي على النت والكلام ده كله؟ لولا ما يجوا بقى يرعونا مره كل 15 يوم، كل 10 ايام. يعني هو النداء مطلوب للخدمات من الالف الى الياء. بس انت عايز تعمل مناول الزباله اعملها بره في منطقه السكنيه، ما تعملهاش قدام مجمع المدارس. لا وهو قدام مدارس اصلا يعني، او عربيه بلديه اللي هي تنزل مثلا يعني يكون في عربيه بلديه حتى على الاقل، يعني يكون في عربيه بديله لما يعني فيها. مفيش عربيه بتيجي كل يوم او كل يومين تلم كل الزباله؟ لا ده كل مثلا 3 4 ايام كل اسبوع. اه يعني المفروض اصلا في اي مكان بتلاقي مثلا ان في عربيه بلديه كبيره اي حد معاه زباله بتاع بيرميها فيها. لكن لا ده مفيش صندوق اصلا، كله بيرمي في الشارع لمده 3 4 ايام بس لحد ما تتشال. كل 3 4 ايام لحد ما تتشال. لا طبعا احنا في وقت دلوقتي اوبئة وامراض وحاجات، لازم نحافظ كويس جدا على اطفالنا، لان اكيد منطقة فيها اطفال، طالما منطقة سكنية اكيد فيها اطفال، واكيد خايفين على اولادنا. وقدام مجمع مدارس طبعا ده اذية كبيرة جدا لاطفالنا اللي هي النبع بتاعنا. فلما ندمر جيل كامل ومدارس باطفال، طب يبقى دمرنا مستقبل بحاله يعني. طبعا ما ينفعش. ناوي تعمل ايه؟ انا؟ انا ناوي يعني اخلي منطقتي احلى منطقه. ناوي ان افهم لكل ست ولكل اخ ولكل اب كبير وسلطان يعرف ان انا بعمل الصح، ان انا عاوز له الخير، عاوز الناس دي تنزل مستريحه، الشارع تبقى واسعه، تبقى نظيفه، تبقى شوارعنا متبلطه زي دار السلام، زي البساتين، زي اي منطقه تانية. منطقتنا ما حدش بيراعي فينا بقالنا سنين السنين، كل نائب بيخش اخره معروف بيشترينا بالفلوس، اكتر من كده ما بيعملش. والله لعل وعسى المره دي يعني نامل في رب العالمين. يعني اولا المره دي يعني صوره البطاقه حاليا دلوقتي بتتلم ب 50 جنيه من العيال الصغيره، بيطلعوا الشوارع بياخدوا الصوره ب 50 جنيه، خدي 50 ويوم الانتخابات هتروح تنتخب تاخدي 150. ما هو ده بقى معلش ده غلطنا احنا، احنا غلطنا احنا خلاص، طالما احنا مقتنعين ان ده غلط ما نعملوش، حد مش واثقين فيه ما ننتخبوش، ما ندلوش صوتنا. في ناس ندور على اللي يستحق واللي هيعمل هو بينقي مين؟ هو بينقي مين؟ بينقي الارامل، بناء المطلقات، بناء الناس الغلابه جدا، الناس اللي مش لاقيه الجنيه. بيفرحهم ب 50 جنيه دلوقتي و150 جنيه بعدين، ممكن 100 جنيه ممكن 200، هو بيفرحهم بكده. طيب لعل وعسى المره دي الوضع يتغير، ونامل من الله انك تيجي الحلقه الجايه تقول لي الحمد لله الموضوع اتغير. الموضوع يتغير لو ما فيش لجنه انتخابيه في الشوارع، اروح انا اعرف لجنتي من طريق التليفون، من طريق اي حاجه، واروح مني اللي اروح انتخب اللي انا عاوزه. ما فيش واحد يلحق عليا في الشارع. احنا عندنا عاملين زي بياعين القوطه، خمس ست لجن ورا بعض، 20 لجنه ورا بعض زي بياعين القوطه.
ربنا يستر السنه دي ان شاء الله يا رب. كده نامل في رب العالمين ان الوضع يتغير للاحسن، وان ايا كان اللي ربنا هيوفقه بقى وياخد المنصب ده انه يتقي الله، وان هو يشوف فعلا فعلا ويعمل خطوه فعليه تثبت اسمه وتعمل علامه لاسمه، ولكن علامه يعني فيها امانه ان هو عمل وطور وجاب دكاتره وشاف مشاكل الناس دي. ويا ريت كمان اتمنى ان حضرتك المرشح اللي هيكسب ايا كان، ان حضرتك تنزل في الشارع وتشوف كل الدنيا دي رايحه فين وجايه منين، ما حضرتك هتبقى ذات سلطه، فحضرتك تشوف الناس دي مشكلتها ايه. بالنسبه لحد زي استاذ حسين الاسيوطي والمشكله اللي معاه بتاعه الايجار والمحل والمشاكل والضرب والحاجات دي كلها، حضرتك هتجمع الكبار وتقعد وتجيبهم وتخلص الدماء اللي بتتفتح كل شويه دي، وتعرف ايه المشكله وازاي تحلها وازاي توضع حد للاستغلال وللتجاره الجشعه، ونعرف نوصل لحل من غير مشاكل ومصايب كل شويه في منطقه بير ام سلطان. هي يعني الموضوع كله محتاج حد ذات سلطه وعقلية وحكمة ينزل بجد يجمع الناس دي ويقعد معاهم كده ويشوف الشباب مشكلتهم ايه. زي استاذ محمود شاب اهو موجود هناك، جمعه هو والشباب وقول له ايه مشكلتك انت والشباب بتوع المنطقة، جمع الناس دي واعرف. يعني حرام حرام منطقة كاملة فيها اطفال وناس كبيرة وناس صغيرة وشباب اللي هم مستقبل الدنيا تبوظ. احنا هنعرض فيديوهات وبرضو تقول لنا استاذ حسين الفيديوهات دي عن ايه بالظبط في بير ام سلطان. وعندنا امل برضو ان شاء الله يعني يبقى في تحسن باذن الله. قول لنا بقى ايه الموضوع وايه الفيديوهات دي. دول هم ال 21 محل اللي احنا اتكلمنا عليهم. اه دول ال 21 انت كده مصورهم لي فيديو. اه كده متصورين فيديو كلهم بقى. ده محل فاضي خالص. محل فاضي فيه عربيه بتاع بلديه لمقاشة بتاعته وزبالة بتاعته. هو محل أكل عيش. تمام. محل محل. أهو. كل دي محلات فاضية. فاضية ولكن أهو. متأجرة. لا فاضية ما فيش حد يتأجر بقى فاضية. ما مين هيأجرها؟ أدي البط هنا. عايم مع مية المجاري. ده محل واحد متأجر وسط كل دول تقريبا. هما محلين بس، المحلات دي كلها محلين بس اللي ساكنين، بتاع الخضار. طب ما هو كده مش مستفيد يعني. كله لازم يمشي وانا لازم امشي. كله لازم يمشي يعني كله هيسيب المحلات وماشي. كله المحلات دي مبنيه بقى لها 21 سنه احنا ساكنين فيها. 21 سنه بقى لي 20 ده تاريخ. بقى لي 20 سنه بدفع له ميه. وده ايه برضو؟ ده محلات مغلقه جوه اهي كلها. دي المحلات كلها اهي. ده شارع جانبي. لا هو ده سوق مول سنتر. سنتر 21 محل معمولين على بعض. 21 محل. ده الرئيسي. ده الرئيسي بقى. ده الرئيسي. المفروض من هنا بقى عربية الإسعاف تدخل أو المطافي صح كده؟ تدخل بقى إزاي؟ فهمني كده. مش هتعرف تكمل للآخر. خش. ما تعرفش. ولا تخش هنا ولا تخش هنا. في واحدة عيانة أجيب مثلا شاب زي محمود بتاع نشر قصادي مش هنا نوديها لحد بره. في ممكن واحدة نقدر نشيلها واحدة ما نقدرش نشيلها. أكيد واحدة طبعًا. ممكن ما ترضاش نخليها نلمسها أساسا. هي مغمى عليها وتقول لك لا مش قادرة. ما ده عشان المحلات أنتوا مش عارفين تعدوا بعربية الإسعاف أو المطافي أو ولا بنعرف حتى نعدي بالكرسي ولا نشيلها على الكرسي. ولا بنعرف نشيلها على الكرسي. ده من ده من الشارع الرئيسي. المشكلة في إن أنتوا مش بتعرفوا تمشوا في الشارع الرئيسي. الرئيسي لحد شارع الزور جوه متقفلة. المحل بره المحل. طيب والفيديو التاني معانا يا جماعة؟ قول لنا برضو ده ايه؟ ده الشارع ايه؟ ده الشارع الرئيسي. ده الشارع الرئيسي. ده شارع البير الرئيسي. ده محل السمك وادي الشاي الناس هي. انا راضي يعني ده طريق رايح جاي صح كده؟ عشان بس الناس تفهم الفيديو. الناس مش عارفه تعدي ما بين عربيه نقل وتوك توك. شارع طوله يعني ده شارع رئيسي. طوله 22 متر يصبح النهارده ما يعديش عربيه نقل وتوك توك في شارع مين؟ علشان المحلات قافله على بعض. المحلات طلعت بره. المحلات طلعت بره. صعب جدا موضوع المحلات ده. صعب جدا جدا يعني. لا هو مش عارفه والله يقول ايه موضوع المحلات ان احنا طالعين بره المحل 3 و4 متر دي. طب بتعانوا بقالكم قد ايه من القصه دي؟ احنا بنعاني مننا كتير.
مفيش واحد بيبص علينا خالص ابدا. بيرم سلطان منسيه مش على الخريطه. بس انا سمعت ان قبل كده نزلت فعلا حمله وكسرت كل المحلات المخالفه. لا مش كله. اخيره بتاخد ميزان، اخيره بتاخد انبوبه، اخيره بياخد فرش. وبعد ما كسرت رجعوا هم بنوا تاني او رجعوا هم؟ ما بيكسرش، بيشيل ميزان لا بيشيل فرش بس. أيوه تكسير ما كسرش. ما هو بيشيل، ما كسرش اللي اتبنى. ما انا بنيت، انا عايزك تكسر اللي بنيته بقى، تكسر المحل بره المحل. انا اول واحد التزم بيا، ولما هو عارضت ما انت انت مش عايز اعارض. معترف ان محلك مخالف ويعني مستعد كل الاستعداد ان هو يكسر محله بنفسه كمان بايديا علشان يبقى مش مخالف. والله العظيم ولكن الموضوع يمشي على الكل، يمشي على الكل. انت على الشارع الرئيسي. وعاوز اقول لكل نائب فعلا، بص لرئيس الجمهوريه، بص ان الرئيس بيبني البلد، انت تبقى اصولك تبني زيه، اصولك تبقى العين بتاعتنا، العين بتاعت الحكومه في الشارع. الاصولي انا ما اجيش هنا، الاصولي انا ما اقولش الشكاوي ولا اصور البكانات دي، الاصولي النائب بتاعي هو اللي ينزل يشوف الحاجات دي كلها، يشوف مشاكل الناس، هو اللي يحس بالناس، هو اللي يروح المستشفى، هو اللي يمشي في السوق، هو اللي يشوف المطافي تخش ولا ما تخشش، هو الملزم بكل حاجه. نائب الدايره هو الملزم بيا. بس احنا بالاسف ما فيش نائب يسال فينا، نائب الدايره ما بيسالش فينا. ما فكرتوش قبل كده تتواصلوا مع حد من النواب اللي مسك قبل كده؟ كتير. كله مركب ستار وبيشوفش غير مطالبه هو. هو دخل المجلس عشان هو يحرر نفسه، دخلوا الحصانه لنفسه ان هو لو عنده ابراج يحررها، عنده اي حاجه يعملها، اكتر من كده لا. ان هو لو دخلوا للشعب، مفيش نائب في بيرو دار البساتين ودار السلام دخل للبيرو سلطان ولا لدار السلام والبساتين. يعني انتوا حاولتوا بالفعل ان انتوا تروحوا قبل كده وتتواصلوا مع النواب اللي قبل كده وما عرفتوش، او وعدوا ما نفذوش؟ احنا عندنا يعني السنه دي احنا شايفين حاجه بعينينا. مين اللي بيبنيها؟ الجيش. مين اللي بيبنيها؟ رئيس الجمهوريه. طريق الخياله عندنا لا، ده المرشحين بيقولوا احنا اللي احنا اللي بنساعد فيه واحنا اللي بنبني فيه. ازاي؟ لا، وانت كنت ذكرت لي قبل كده موضوع المدافن عندكم. ايوه، ان اتطور فيها كتير. اتطورت جامد، بقت حاجه تانية. اتشرف ان انا اقول امشي من وسطها. الاول كنت اخاف امشي فيها، دلوقتي اشرف ان امشي فيها، اخد مراتي واخد عيالي وامشي من وسطها. جميله، بقت مدينه تانية. ما هو طبيعي ان التطور في الاخر بيوصل للامان. بس حرام ان يعني الراجل ده يشقى ويتعب وتيجي ناس تنصب الشقايه ده ليهم هم. طبعا. بس الناس دي ما شقيتش. كل المرشحين عندنا 43 مرشح ما عملش حاجه في الخياله، ما تعبوش في الطريق. بير ام سلطان ما فيهاش بلاطه سليمه، بير ام سلطان ما فيش شارع فيه سليم، بير ام سلطان ما فيش بياع محترم وملتزم محله، كل بياع واخد حقه وزياده. واخد حق المسن، واخد حق الضرير، واخد حق العاجز. ممنوع الناس دي تمشي في الشارع. لا، احنا عايزين الناس تمشي في الشارع. طب يعني انا عايز افهم حاجه، الناس دي في حد بقى بيشتري منها وفعلا بيكسبوا من اللي هم عاملينه ده، ولا ممكن الناس تبعد عنهم وتقطعهم؟ لا، الناس بتبعد والله. يعني الناس وليل. فعلا والله قليل. يعني انت تخش السوق جوه لو تبصتي هتلاقي فيه قطه بايظه وحاجات بايظه كتير ومرميه تحت الفروش. يعني الناس ليهم رد فعل؟ فيهم. طب ده شيء كويس جدا ان في رد فعل اهو، ان ده احنا مش راضيين عنه وده احنا مش موافقين بيه فاحنا مش هنشتري منك. طب ده شيء كويس. ما فيش غير يعني 3% بيخش السوق جوه اللي عايز بقى مضر، بس كله بيشتري من الرئيس وبيقطع نفسه وبيمشي. فكرت ان انت تقعد مع اهالي بير ام سلطان وتجمعهم سواء شباب او كبار في السن او سيدات، وتقعدوا تعملوا زي خطه كده، خطه عمل في ان انتوا محتاجين ايه، ورقه وقلم كده محتاجين ايه وعايزين ايه وهتعملوا ايه، وتروحوا تطرحوها على حد او توصلوا الورقه دي لحد مسؤول هناك؟ كله خايف. في ناس خايفه كتير. من الاهالي؟ ناس خايفه. صاحب الملك هناك قوي. ما قلت لك صاحب بير ام سلطان كلها 32 صاحب ملك هم اللي يحكموها، وقويين وماسكين العصايه بجد. يعني دول كبار المنطقه نقول يعني؟ وحوش المنطقه، جذور المنطقه. لا يعلو احد على القانون. احنا بنتكلم في الصح، ان انت تجمع الناس دي وتقعد، والشباب دول يعني ما شاء الله شايفه ان في عندكم شباب دماغها واخلاقياتها نظيفه جدا، ان انت تقعد تتكلم وتجمع الشباب وانت تجيب اخواتك واصحابك وتقعدوا تفهموا ايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي احنا عايزينه، وتبداوا ان انتوا تتوجهوا لحد من المسؤولين بكل رقي وهدوء، احنا ناقصنا كذا 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 وعايزين كذا، مين هيقف معانا ومين هيدعمنا؟
يا استاذه انا ما اروحش للمسؤول. يعني هو المرشح بتاع الدايره هو اللي ينزل للدايره، هو اللي يشوف الدايره ناقصها ايه، هو اللي يبقى امين الدايره، مش انا اللي اروح ادور عليه. انت لو رحتي له عمرك ما هتقابليه، اقف ساعتين وثلاثه واربعه وممكن ما يجيش، ممكن يبقى عنده ندوه، ممكن عنده مش عارف ايه. وطيب سيب لي شكوتك واشوفها لك. ده كان زمان بقى، احنا بنتكلم في اللي دلوقتي. بنتكلم في دلوقتي. احنا بنتكلم في دلوقتي ان المرشحين حاليا لمنطقه بير ام سلطان ايا كان مين فيهم اللي هيكسب، ربنا يوفق الجميع ويوفق من يستحق هذا المنصب. المفروض ان يتعمل قاعده مع الناس دي كلها ويشوفوا طلبات الناس دي كلها وايه اللي هم محتاجينه وايه اللي حضرتك تقدر تقدمه وتساعده من قبل ما تكسب. ممكن ده يكون دعم ليك اكتر ما حد يوزع فلوس او يوزع ايا كان اللي بيتوزع ايه، لكن ان حضرتك تقعد لمجرد انك تقعد وتسمعهم وتشوف الناس دي عايزه ايه، زي شباب كبار في المنطقه، تجار موجودين، كبار السن اللي هناك، اكيد اكيد ده هيغير مسار في حاجات كتيره جدا. ولازم انتوا كمان معلش تدوروا على كده، ان انتوا تبقوا عارفين انتوا عايزين ايه ومحتاجين ايه، وشوف كام مرشح مين ومين ومين ومين، وروح وقول لهم يا جماعه احنا مش محتاجين تدونا الفلوس ولا الكلام ده، احنا عايزين حد يبقى في ظهرنا. لو في ظهرنا احنا طلباتنا شارع الزهور يتفتح، طلباتنا ان الرئيس يتفتح، ادي احنا طلباتنا حاجه بسيطه جدا. لا والمستشفيات قول طلباتك، كمل طلباتك. لا ايه احنا اهم حاجه عندنا لو طريق اتفتح خلاص، حاجات كتير عندنا اتحلت. الطريق لو اتفتح والمنطقه نضفت حاجات عندنا خلاص، الصحه عندنا لو اتفتحت خلاص تغنينا عن حاجات ياما. انا عندي الصحه مجهزه، الصحه دي كانت بتتعمل فيها احلى عمليات. الصحه الصحه اللي عندنا كانت اكبر صحه زيها زي بتاعت السيده عائشه، كبيره صحه يعني كبيره. الصحه دي كانت شغاله وفيها دكاتره وفيها ناس. ايوه كان فيها دكاتره وفيها ناس وقفلت واتقفلت، بقت تطعيم بس للاطفال. طب ليه قفلت وليه الدكاتره دول مشيوا؟ ما نعرفش. كل نائب جه عندنا مدار السلام والبساتين برضو كان بنفس الدايره، اول ما هنجح الصحه هتشتغل والصحه مش عارف ايه الصحه كذا، عشان ما كانش فيه رقابه وما حدش ما كانش فيه رقابه، عشان كده ما بقتش زي الاول. بس هو يعني الموضوع الانتخابات دلوقتي يعني يختلف عن يعني الايام اللي فاتت عن زمان. وده اللي انا بقوله. طبعا فاهم حضرتك، يعني هو دلوقتي في ناس اللي هو يعني والله اعلم اللي هي ناس برضو ناس كويسه، دي شهاده لله برضو. يعني في ناس نازله اللي هي ناس كويسه. انت كشاب لسه صغير في بدايه حياتك شفت اكيد نواب قبل كده وكنت اصغر في السن ودلوقتي شايف، هل انت حاسس ان في فرق ما بين الناس اللي كانوا اللي الاول هو دلوقتي اللي يعني الواحد شايفه بما يرضي ان هو يبقى في فرق يعني عن الاول؟ بس طيب حاولت انت كشاب كده ان انت تروح وتتكلم او تجمع الشباب وتروح وتتكلموا وتقولوا له احنا عايزين نقعد نتكلم مع حضرتك وتتناقش معانا في اللي رحت عندنا؟ حضرتك كذا مره لحد وكده واستمع لي بصراحه وكده، بس اللي هو ايه يعني لسه برضو ما عملش. اللي هو لسه ما عملش يعني قعد معاك وسمع لك. لكن لسه ما عملش حاجه. هو وعدك بحاجه ولا لسه ما وعدش؟ لا وعد اللي هو هيعمل وكده، بس هو لسه ما عملش. تمام. يعني الواحد ايه برضو ايه خطوه حلوه والله، مش يسمي او كده او يقول مثلا فلان. لا اله الا الله. بالله ولا كم مره احنا عندنا يعني مرشحين كتير بتاع 7 أو 8، كل واحد عامل دعايه انتخابيه بتاع 2 مليون جنيه. شارع الزهور دوه اللي هو 180 متر على بعضه بالشارع الرئيسي كله 90 متر مش هيكلف 150 الف جنيه ولا 200 الف جنيه. احنا منطقه صغيره جدا. طب ما توضحه ده. والله العظيم منطقه صغيره، يعني الضيوفه اللي هو عملتها تحطها لي كده وقافل بيها الدنيا. انت لو بلطت المنطقه والله العظيم ما في صوت في بير ام سلطان غير ما ينتخبوه. لا وجه النداء ده والتصريح ده يعني وجهه كده يعني للناس. وهو بلط شارع الزهور بدل انت عمال تعمل لي وفط وعمال مش عارف ايه وده وكذا، لا بلط بير ام سلطان، بير ام سلطان كلها معاك، افتح شارع الزهور وساعدنا واحنا كلنا معاك. بلاش الدعايه الكدابه، لا خليها دعايه فعليه في البلد، حاجه تفضل لينا طول العمر، ان انا امشي عليها كل يوم اقول ان البلد دي فعلا بتتبني كل يوم. يعني انت قصدك ان ما تجيش تحط عندنا يفط واسماء على ورق في الحيطان، لا انزل ساعدنا واعمل لنا حاجه فعليه واعمل حاجه تطور من اللي احنا فيه، واقف جنبنا بجد وفي ظهرنا واحنا هننتخبك من غير ما تعلق يفط. هو اللي يقصده استاذ حسين الاسيوطي وبرده محمود ان اعملوا حاجه فعليه، انزلوا ارض الواقع ساعدونا اشتغلوا واعملوا، وما تدوناش فلوس وما تعلقوش يفط، بس ساعدونا بجد وقتها هننتخبكم صح. وهو ده الصح، يعني هما كده بيتكلموا في الصح جدا، ان حضرتك بدل ما هتصرف
كم وقدره من الفلوس على انتخابات وحاجات بتتعلق بالمسامير ومع الوقت بتروح. ساعد بيها الشباب، ساعد بيها الناس، وسع الطرق، شوف الحاجات المخالفه هناك وصلحها، شوف ايه اللي تقدر تعمله او تقدمه من خدمات واعمله. بتهيألي ان ده فعلا هيدي لك سمعه طيبه مع الناس وهيخليهم كلهم يحبوك بجد وينزلوا ينتخبوك عن اقتناع مش عن احتياج. فرق كبير من ان انا انتخبك عن اقتناع ان انا حبيت حضرتك ومؤمن بيك وعارف ان حضرتك حد كويس جدا وهتفضل في ظهري، وفي فرق ان انا عشان محتاجك ان انت بتديني كذا فانا هنزل انتخبك. فالانتخابات مش يوم وخلصت، الانتخابات المفروض ان انت تبقى مسؤول عن المنطقة، تكمل مسؤوليتك الى النهاية المحددة ليك. تحب تقول حاجة تاني؟ لا، انا عاوزهم بس يشوفوا كم واحد عاجز في المنطقة، الناس اللي عايزه الكراسي، الناس اللي هي الضريره، الناس دي يقفوا معاها بجد، ما يقفوش مع السليم. احنا مش عاوزين حد يقف معانا، انا عاوزهم يقفوا مع المسنين، عاوزهم يقفوا مع العاجزين، يقفوا مع الكففة، يقفوا مع الناس اللي استحق، يقفوا ان هم وسع لهم طريق، يساعدوا الناس بجد. بلاش الحكايات اللي هم بيعملوها لنا، لا اقفوا معانا، انزلوا ندوات فينا، اقف ايه انزل ندوه ده معايا تحت، ما تخليش تخش لي بياع ان انا اعلق لك صورتك وكل زبونه جايه انتخبي فلان عشان انا خدت منك 200 جنيه ولا 1000 جنيه مش عاوزها. لا اعمل حلوه صراحتك دي بتعجبني جدا. اعمل اعمل انا عايزه يعمل حاجه فعلا. يعني انت مش عايز حد، يعني الجمله بمنتهى البساطه اللي هو ما تديش تديني فلوس وعلق لك يافطه عندي، لا اعمل حاجه تخليني اقول للناس ينتخبوك وانا مصدق ده من جوايا وده الصح. والله العظيم انت لو نزلت عندنا ودخلت على على مقله اللب هتلاقي معلق صوره مرشح. ايه ده؟ يقول لك الراجل ده كويس انتخبيه. هو ما يعرفوش، هو ما يعرفوش ولا يعرف هو منين ولا اي حاجه، حط الصوره وهو ده كويس. طب انت بتدي لي الناس ليه؟ بتقول لي ده كويس وده وحش، ما تسيب الناس تختار، خلي الناس تشوف بعينيها. وانا عايز اسالك سؤال دلوقتي، المترشحين كلهم في المجلس النواب عندك، انت تعرفهم كلهم اللي نازلين مرشحين نفسهم ولا انت مش عارفهم؟ لا عارف ان ناس منهم كتير بعضهم لكن كلهم مش عارفهم. لا. طب تقدر تتواصل مع حد فيهم ولا برضو صعب؟ برضو لا، يعني انت عارفهم؟ عارفهم كلهم لكن مش عارف توصل لهم. لا. امشي معاهم؟ لا، هم عاوزينك انك انت تمشي معاهم، دي منهم بطايق الكلام ده كله، اكتر من كده لا. تروحي معاهم ندوه تسقفي لهم، اكتر من كده لا. بس انك انت تقولوا له انا عندي شارع وعندي حاله وعندي كذا وعندي كذا. طب تفتكر المره دي الانتخابات هتبقى غير كل مره عندكم في بير ام سلطان؟ اه باذن الله السنه دي هتبقى غير كل مره، ان السنه دي في كذا كاميرا هتصور كذا لجنه، ان اي حد يفكر ان هو الشباب صاحيه، ان اي حد يفكر يدي فلوس احنا مراقبينه، الشباب كلها صاحيه مانعين، والشباب صاحيه جامد. اتمنى ان يوصل صوتك، واتمنى ان يوصل صوتك برضو يا محمود ان شاء الله، وتبشرني الحلقه الجايه باذن الله وتقولي ان الدنيا كلها اتغيرت للاحسن. و شرفتوني النهاردة، وأتمنى أتمنى من رب العالمين أن يحصل أي تغيير إيجابي 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 في منطقة بير أم سلطان، وإن شاء الله زي ما وعدناكم دايما أن احنا ننقل لكم الحقيقة وكل ما هو جديد في منطقة بير أم سلطان. شكرا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم بير أم سلطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.